نهاركم سعيد مشاهدينا في موعد نشرة الجوية. غدوة مع صباح يتشكل بعض الضباب على السواحل الغربية، بينما على السواحل الوسطى والشرقية وحتى المدن الداخلية والهضاب العليا راح يتشكل بعض الخلايا الرعدية في هذه المناطق. عدا هذا الحشباب على كل المناطق الجنوبية وحتى شمال الصحراء. خلال ظهيرة إن شاء الله راح تتحسن الوضعية على كل السواحل والمدن الشمالية الغربية وكذا الجنوب الكبير لحال شباب، مع دائما بعض الزوابع الرملية في وسط الصحراء، بينما في الشمال الشرقي ومناطق الشمالية الوسطى سواحل الوسطى والشرقية المدن الداخلية وحتى بعض مناطق الهضاب العليا راح تكون سماء ملبدة إلى غائمة مع بعض الخلايا الرعدية تم هذه المناطق. درجة الحرارة لصبيحة الغد إن شاء الله راح ننتظره من 14 إلى 15 درجة على كل المناطق الداخلية والهضاب العليا، 18 على مرتفعات الهوغار والتاسيلي، 21 على إليزي عين ميناس عين صالح، 19 درجة على الجزائر العاصمة وضواحيها، السواحل الشرقية وغردية حتى بشار، 20 أيضا على منطقة ألواحة، 22 على تندوف، 23 على الصحراء تنزروفت، و 24 درجة على برج بجي مختار وعين قزان. خلال الظهيرة إن شاء الله راح ننتظروا من 25 إلى 26 درجة من السواحل الشرقية، طرف سكيكدا عنبة مرورا بجيجل حتى البجاية، الجزائر العاصمة بومرداس وتيبازا، 26 على مستغانم وحتى أيضا وهران، 23 على نعامة البيض سعيدة وأيضا معسكر، 24 درجة على كل مدن الأوراس والهضاب العليا الشرقية والوسطى، 31 درجة على منطقة حسيم سعود، 30 على غردية وبشار، 34 درجة على عين صالح عين ميناس وإليزي، 31 على مرتفعات الهوغار والتسيلي، 36 درجة على ريقان وأضرار، 31 على تندوف، 37 درجة على تيمياوين وتنزواتين. فيما يخص الملاحة والصيد البحري، بحر جميل على السواحل الشرقية مع رياح شمالية شرقية ما تتعداش سرعتها 20 كيلومتر في الساعة وقليل الاضطراب، على السواحل الوسطى حتى السواحل الغربية مع رياح شمالية شرقية دائما سرعتها راح تكون في معدل 30 كيلومتر في الساعة. نختموا نشرة اليوم كالعادة بالمعلومات الفلكية اللي تهم الجزائر العاصمة وضواحيها لغدوة الأحد 23 أكتوبر 2016. شروق الشمس على الجزائر العاصمة يكون على 7:02، أما الغروب يكون على 6:01. معلومات وتفاصيل أكثر فيما يخص الجو والبيئة وحتى الفلاحة عليكم غير تتواصلوا معنا على الشيخ فرحات .com. شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.